21 سنة، سموني مرة، لكن أنا بشر لساتني صغير، فأنا ما عشت طفولتي زي البنات التانيات. وأنا صغير عشت في بيت كله مشاكل وهم وغم وعدم احترام وإهانة. فصلت أمي عن أبوي كان عمري 10 سنين، هي تزوجت وأبوي تزوج، وأنا عايش مع أبوي ومرت أبوي. أنا ما بتواصل مع أمي، وافتقدتها بأكتر فترة بحتاج إلها فيي زي أي بنت تانية. مش عارف أحقد على أمي اللي تركتني وراحت وأنا محتاج إلها، ولا أشفق عليها والتمس لها العذر، لأنها ما قدرت تتحمل العيش مع أبوي. فأبوي زلمة فاهم الدنيا غلط، فاهم العلاقة بين الرجل والمرأة غلط، وبنظره إنه الرجل لازم يكون حمش وحازم وإنه مسؤول عن البيت، رأيه مقدس ولا يجوز الاعتراض عنه أو المناقشة أو التذمر أو محاولة الفهم. لازم الكل يكون له تحت أمرك يا سيدي، وشباك لبيك وإحنا عبيدك. المرأة خلقت الرجل لخدمته، وعلى طول الوقت على لسانه، والرجال قوامون على النساء، فكأنه فاهم القوام حكم وتسلط وطاعة مطلقة، ويحق له ما يحق لغيره في الدار، وإذا عصب الكل لازم يسكت يتجنبه، وإلا غضب الله بينزل عليه. إيده لهواي بيعتبر الضرب من حقه وصلاحيته، فربنا قال في كتابه واضربوهن. هو الفهمان الوحيد، لأنه إحنا النساء انخلقنا من نقصات عقل ودين. المهم أمي اتطلقت وأنا علقت كأني مش من البشر، لا عواطف ولا حنان ولا رحمة ولا شفقة، وعشاني بنت كأني من جنس آخر من البشر، لازم أخدم وأنظف وأكون في كل إشي. ما أفتح تمي، لازم أخدم أخوي الصغير حتى لو كنت هلكانة أو مريضة أو حضرت قاعدة التلفزيون. وإذا ضربني أخوي بهمش، هو الزلمة، وإن جاوبته بصير أنا مش مؤدبة وما بحترم أخوي. فوق كل هيك أبوي عصبي جدا، عمري ما حسيت معه إنه أبوي، دايما أخاف منه، لأنه لما يعصب ببلش يضرب. يا حبيبي لما يضرب يجرم بطريقة هستيرية ما بيهمه إشي، كنت دايما خايف يعمل لي إعاقة. كنت أشكي لموت أبوي، وشفنا ما في حال إلا إني أهرب من الواقع، وقررت أتزوج مين ما كان. المهم يخلصني من هاي الحياة، وكيف ما كان رايح الحياة معه تكون أهون من الحياة مع أبوي، وما ظنيت إنها تكون أصعب من هيك. وتزوجت أول واحد طلبني، يا ريتني ما تزوجت، طلع أصعب وأسوأ من أبوي. على الأقل لما الواحد أبوها يضربها ويهينها يضل أبوها، أما لما واحد غريب يهينها ويتحكم فيها ويذلها على الطالعة وعلى النازلة، وكأنه بيتعامل مع دابة أجلكم الله مش مع بشر. هاي حياة لا يمكن تصورها أو تحملها، ضرب على أتفه الأسباب ومسبات وشتايم بيخترعها، بستحي منها لما أتذكرها مش أحكيها حتى. كل هذا ممكن نتحمله، لكن إنه يجرحك ويخونك قدامك، عينك قدام عينك، قمة الذل. فالطامة الكبرى والمصيبة الأكبر إنه فكه هذا، كل هذا اللي كان يعمله فيه لا أخلاق ولا دين، كان قدامي وعلى عينك يا تاجر، دايما على الفيس وعلى الماسنجر يحكي مع هاي، يضحك مع هاي، يتواعد مع هذيك، كل هاي لو قدام عيني. وإذا حكيت معه واعترضت، الدنيا بتقوم وما بتقعد، بتبلش برنامج الضرب والسب والإهانة. ما لقيت أم تساعدني أو ترشدني، ولا أبوي يوقف معي. في يوم من جهلي حبيت أقهر وأغيثه، فحكيت من قريبه ومن جهازه ومن حسابه، ولما عرف المحادثة أجرم فيه، وكأنه حرام علي كبير إني أعمل هيك. وما هو بهمش إشي ما بعيبه، فهو زلمي كان طردني من الدار بعد نص الليل، وخفت في البداية أروح لأبوي لأنه خفت على اللي في بطني، لأني كنت حامل للأسف، ويا ليتني ما حملت، خفت أبوي يضربني وينزل اللي في بطني. روحت عند جماعة بكربونا حتى تواصلت مع أبوي، ورجعت عند أهلي. زوجي هسا ما بده يرجعني لأني كنت في المحادثة مثل ما بيقول، وما بده يعيش مع مرة خاينة من وجهة نظره، وهو رافع علي قضية طلاق. وبصراحة أنا ما بدي أتطلق، لأني ما بدي ابني أو بنتي اللي في بطني يعيش بعيد عن أبوها وأمه زي ما عشت أنا. مستعد أحمل
مستعد اتحمل الذل والمهاني والضرب والشتم بس عشان اللي في بطني. تعرفوا انا كتير مرات بقول ليش ربنا خلقني بنت، مش لو اني ولد كان ما صار معي هذا اللي صار. وعلى الاقل قدرت اعمل اشي لحالي ودبرت حالي بشغلة واستقلت وبنيت مستقبلي، لكن لاني بنت ما قدرت اعمل ولا اشي وصار معي كل هذا اللي حكيت لكم اياه. تعرفوا لو ضل الوقت زي الجاهلية كان ممكن كتير بنات تريحت. استغفر الله العظيم، بقول هذا من قهري، سامحوني.